عمرو خلف مديرية مصر العربية. أنا ضد المقولة اللي بتقول روسيا دمرت سوريا، لأن روسيا في الحقيقة وقفت جنب سوريا في أكتر من مرة، فدعمتها دعم اقتصادي، دعم سياسي، دعم عسكري، وقفت جنبها في مجلس الأمن، ودعمتها عسكريا في حربة الإرهاب في سوريا، حربة الجماعات الإرهابية، حمت الأراضي السورية من الاحتلال الإرهابي. هناك كان في جماعات جاءت تحتل الأراضي السورية، قام بدعم الدولة السورية وحمايتها من انهيار وسقوطها في يد الجماعات الإرهابية، وأيضا دعمت الاقتصاد في سوريا.